يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استخدام السبحة والقلم إذا كان من الفضة؟ لا يجوز، لا يجوز استعمال الأواني من الذهب والفضة، ولا استعمال المسابح من الذهب والفضة، ولا الأقلام، ما يجوز هذا. إنما يجوز للمرأة الحلي من الذهب والفضة، ويجوز للرجل من الذهب ما دعت الحاجة إليه كربط الأسنان والأنف من الذهب، ومن الفضة يجوز له الخاتم، أن يلبس الخاتم من الفضة كما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.